المشاهدون والمستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. يسرنا أن نرحب بكم عبر فضائية إيرسات وبرنامج قضايا وشؤون، نقدم لكم موضوعا تحت عنوان أين هم الآن؟ وأين هم الآن في الحقيقة هو عنوان لمقال كتبه هذا الأسبوع الدبلوماسي السابق والإعلامي الأستاذ فتحي عثمان، وإليكم المقال كما جاء ولكم التعليق. جل جلاله جل جلاله جل جلاله والداي رب وحمدي شعبنا لثابت إيمانه لكبد ما ياتي تودي رب لك بقديبة ميرحت أسمرة رب لك بقديبة ميرحت أسمرة أفكورهم من عدنا أسرارهم تأمرة شعبنا أسفروا علمانا قاتلوا وأقششت آسروا شباب من عدو أفقروا حكمهم قبقى بمورا وفتحهم هلو لو هلو لو هلو لو بيلا بيلو هلو لو هلو لو هلو لو بيلا بيلو هلو لو هلو لو هلو لو بيلا بيلو سأل سأل حناتو ثورة ودينا ولا تالت لتفدينا حناتو ثورة ودينا ولا تالت لتفدينا سأل 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 حناتو ثورة ودينا ولا تالت لتفدينا حناتو ثورة ودينا ولا تالت لتفدينا ولينا نشق النذالنا نتهاجل لتاريخنا ناشف يا لعد ما يوم شهداء لثورتنا يا هو كف ما تكفى نقبل له مدرنا نأكمل له قبيلنا نأكمل له مدرنا نأكمل له قبيلنا أبينا أبينا إينا استسلم أبينا بدير ما توزعنا كثورة ودينا بدير ما سلمنا كثورة ودينا جلاب فتح جلاب سلام جلاب فتح جلاب سلام 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 كريستيان وإسلام سلام سلام
كريستيان وإسلام. لنا غسل الدم رحنا تسبى دار حتى تزعتنا كيف ولو ما تفنطر كيف ولو ما تفنطر حتى تزعتنا كيف ولو ما تفنطر كيف ولو ما تفنطر. ثورت ودينا ولا تلقلك فدينا حناتو ثورت ودينا ولا تلقلك فدينا. سأل 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 حناتو ثورت ودينا ولا تلقلك فدينا حناتو ثورت ودينا ولا تلقلك فدينا. ورانت ايدينا اباينت فنجينا ورانت ايدينا اباينت فنجينا هلينا دي ملينا هلينا دي ملينا فاطم هلينا هلينا دي ملينا هلينا دي ملينا فاطم هلينا. ورانت ايدينا اباينت فنجينا ورانت ايدينا اباينت فنجينا هلينا دي ملينا هلينا دي ملينا فاطم هلينا هلينا دي ملينا هلينا دي ملينا فاطم هلينا. أين هم الآن؟ فتحي عثمان أين هم الآن؟ فتحي عثمان. درجت بعض الصفحات الرياضية والفنية في صحف كبيرة على تحرير أركان مزودة بأسماء وصور فنانين وفنانات ورياضيين لمعوا في السبعينيات والثمانينيات واختفوا اليوم. ويحاول الركن في كل مرة تتبع وجود الشخصية المعنية مع وضع صورة حديثة إلى جانب الصور القديمة تذكر بالزمن الجميل وحنين المعجبين إلى فن وإبداع صاحب أو صاحبة الصورة. وعلى غرار هذه الصفحات نسأل: أين هم الآن؟ أين المؤيدون والمفتونون بالشاب أبي أحمد ومبادرة سلامه مع أريتريا؟ ففي صيف 2018 تصدرت المشهد شلة هائجة رأت في السلام بين أديس أبابا وأسمرة تحول العصر وبداية العصر الذهبي للتعايش والوئام بين شعوب المنطقة
وظهرت عبارات ومصطلحات مثل بوادر الأمل والغد الزاهر وطي صفحة الماضي الكئيب واستحقاقات السلام التي كانت تتضمن عندهم أن السلام سوف يطلق سراح الأسرى ويطلق الحريات السياسية في أريتريا كما فعل في إثيوبيا، وبدأت تغني بالأحلام الواعدة وقطارات سكك الحديد العابرة للحدود وغيرها من أوهام. وقبل أن يقوم أسياس أفورقي بتشميع الحدود الأريترية الأثيوبية ومنع المواد التموينية الأثيوبية من دخول البلاد، قلنا أن هذا السلام لا يحقق سوى رغبة شخصين ولن يجلب التعايش والاستقرار إلى المنطقة. حينها انبرت الأصوات الزاعقة بالهجوم والتحرش وإتهام المشككين في سلام أبي أحمد إسياس بأنهم يائسين وضيقي أوفق ولا يستطيعون قراءة المؤشرات الإيجابية لأنهم لا يرون سوى الجانب المظلم من الصورة ويعارضون أي شيء من أجل المعارضة فقط. وطالب أحدهم بإعطاء السلام فرصة، وعرفت هذه الشلة بشلة أعطوا السلام فرصة من باب التهكم. رأت هذه الشلة بأن أبي أحمد هو مسيح التعايش الجديد. حقا لقد كان أداء أبي أحمد داخل بلاده ودوره في توقيع اتفاق الشراكة في السودان مبهرا، ولكن ليس لدرجة سلب البصر والبصيرة معا. الاجتهادات في أن هذا السلام لن يخدم الشعوب ولن يعمر طويلا تحدثنا بها في قناة الجزيرة والتلفزيون الفرنسي وأسلنا فيها المداد، لا لسبب من أسباب الشلة بل لمعرفتنا بشريك السلام أفورقي. وأكدنا بأن السلام هو الذي يحتاج إلى الشجاعة القصوى وليس الحرب، وإسياس الذي نعرف ليس له الشجاعة لسلام حقيقي لأن في ذلك زوال حكمه، فالرجل لا يعيش إلا بالحرب وللحرب. وقيل حينها بأن الكراهية أعمت قلوبنا عن رؤية الحق الجلي. اليوم ذابت هذه المواقف المذهلة والمنبهرة بأضواء السلام الذي تحول إلى حرب ومنها إلى توجس وترقب وعداء مكتوم بين الشريكين. وبدأت البكائيات والمرثيات حول التوقعات التي خابت والرجل الذي غدر، بل بتهديدات نارية جديدة في حال تجرؤ أبي أحمد على السيادة الأريترية. لكل الناس الحق، كامل الحق، في تأييد خطوات وأشخاص ومواقف والتغني بها ولها، لكن من يحسبون ضمن المثقفين وقادة العمل السياسي والإعلامي لا يتوقع منهم المرء أن يسووا البحر طحينا كما يقول المثل، فقط لأن ذلك يتوافق مع أهوائهم ورغباتهم الظاهرة والدفينة. حتى هذا يمكن التفرج عليه وتزجية الوقت به، ولكن التخوين والإساءة كانت هي ولا زالت المستهجنة. رغم ذلك كله نسأل أين هم الآن؟ هكذا ختم الأستاذ فتحي متسائلا أين هم الآن؟ ليجيب الأكاديمي الدكتور أبو خالد: أستطيع أن أقول كما قال الفنان المصري الكوميدي عادل إمام: أخذوا تاكسي وراحوا. في الختام شكرا لكم مشاهدي ومستمعي فضائية إرسات على حسن المتابعة. إن كان لديكم تعليق أو ملاحظة بما جاء في هذه الحلقة يمكنكم ترك الملاحظة والتعليق على قناة اليوتيوب للفضائية، وأيضا نرجو عمل لايك وشير وسبسكرايب. لكم شكرا مجددا ودمتم في أمان الله.